نعم أنس، نعم، تحية لكم زملائي في استديوهات الإخبارية السورية، تحية النصر التي يرسمها ويكتبها أبطال الجيش العربي السوري بالتزامن مع انتصارات الشيخ سعيد والأصيلة وأيضا منطقة الفردوس وغيرها من الأحياء الواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة حلب بالتزامن مع هذه الانتصارات. هنالك أيضا انتصارات من نوع آخر والتي يقوم بها الجيش الخدمي هنا في مدينة حلب، لا سيما في هذه الأحياء التي نتواجد بها الآن. في هذه الأثناء تم فتح الطريق المؤدية من دوار الصاخور باتجاه دوار العرقوب ومن ثم باقي الأحياء الواقعة في مدينة حلب. إذن هنالك طرق جديدة يتم فتحها من قبل محافظة حلب التي تؤدي من دوار الصاخور باتجاه العرقوب، بالتزامن أيضا مع ما نشاهده في هذه الأثناء، إعادة تأهيل الحدائق، إزالة الأنقاض، إزالة السواتر الترابية، وأيضا فتح الطرقات في هذه الأحياء التي تعود إليها الحياة شيئا فشيئا. كما نشاهد يعني هنا تبدو الحياة تعود شيئا فشيئا إلى هذه الأحياء التي لطالما كانت تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة على مدار هذه السنوات. كما نشاهد هذه السيارات، بعض السيارات تتجه إلى منطقة الشعار ومساكن هنانو، والطريق الآخر باتجاه منطقة العرقوب. هذه الطريق، مرحبا، أهلا وسهلا. حاليا شو عم يعملوا عمال بلدية؟ العمال تقوم بتعشيب وتنظيف الحدائق وترحيل القمامة مخلفات الإرهابيين، وتقوم بترحيلها بشكل يومي بالطريق من عقدة الصخور إلى دوار العرقوب وباتجاه الشعار وباتجاه هنانو وباتجاه قاضي عصر. كل الأحياء، بكل الأحياء تقوم عمال حدائق بتنظيف وتقليم الأشجار وتنظيف وترميم الأتربة الموجودة على الرصيف وضمن الحدائق. شكرا. خلينا ننتقل أيضا كما نشاهد هذه التكاسي التي تتجه باتجاه هذه الطرقات. وعليكم السلام، مرحبا. منين جاي؟ جاي من العرقوب؟ فتح الطريق مفتوح العرقوب؟ ايه طبعا. شعورك اليوم عم تلاقي انه طرقات حلب بترجع بتفتح؟ ما في مثله، الله يخلينا الرئيس ويخلينا الجيش العربي السوري ويحمي، الحمد لله رب العالمين. ايضا سألتقي ببعض المتواجدين هنا، مرحبا. كيفك؟ اهلا وسهلا. اليوم طريق العرقوب فتح، ما هيك؟ نعم نعم. شعورك اليوم عم تلاقي الطرقات عم ترجع مثل قبل؟ مروق احسن ان شاء الله، وان شاء الله سوريا بدها ترجع وحلب بدها ترجع باذن الله رب العالمين. الله يقويهم ويحميهم، والله كلهم عم بيشتغلوا ليل نهار، الله يلبسكم العافيه يا رب. شكرا. الله يحميكم. اذا ها هي طرقات مدينه حلب يعاد فتحها بفضل تضحيات الجيش العربي السوري ودماء الشهداء الذكيه. هذا احلى شغل اليوم، ما هيك؟ هذا احلى شغل اليوم، احلى شغل، لكن احلى شغل انا بالنسبه لي هذا احلى شغل، انه عم بنقول انه اعاده تاهيل هاي المناطق، هاي كل منطقه الشعار والصخور. مبسوط عمو؟ مبسوط الحمد لله، مبسوط الحمد لله. شلونك؟ الحمد لله. انت وين ساكن بالاساس؟ بالصخور. بالصخور؟ ايه. هاي انت ابن الصخور عم تشتغل بالصخور؟ ايه الحمد لله. اليوم الحمد لله، رجع بيتي ورجعت على البيت. الحمد لله بالعالمين، الحمد لله بالعالمين. ان شاء الله ترجع العالم كله على بيوته ان شاء الله يا رب. اذا كما نشاهد بطبيعه الحال هذه هي الطرقات التي يتم فتحها من قبل عمال بلديه حلب ومحافظه حلب بالتزامن مع عمليه التاهيل و إزالة السواتر الترابية وأيضا الأنقاض. هو النصر الذي كتبه الجيش العربي السوري، وإن شاء الله سنشهد إعادة فتح طريق الدائري الجنوبي الذي يمتد إلى جسر الحج والذي يتم في هذه الأثناء عمليات عسكرية واسعة. يمكن الحديث اليوم بأن هذه الخدمات التي تستمر أو يستمر عملها في أحياء الشعار الصاخور مساكن هنانو العرقوب وأحياء المدينة القديمة ستنتج بإذن الله عودة فعلية وشبه كاملة للمدنيين باتجاه أحيائهم وباتجاه مناطقهم. هذا يعني أبرز ما لدي في هذه الأثناء، وأعود إليكم إلى استديوهات الإخبارية السورية في دمشق.